بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله يكون يومكم سعيد ومبارك. بعد الصلاة والسلام على سيدنا محمد، نبدو محاضرتنا هي استكمال للإميونو هيستوكم الهيستو كيميكال ستينز، أو الصبغة المناعية، الصبغة النسيجية المناعية اللي فيها أني حنستخدم شيني أنتي بوديز. ما ننسوش الفكرة الرئيسية فيها، لما يقول لك اميون اسمع طول في بالك حط في جيبك انتي بودي وتوكل على الله. به، خذينا في المحاضرة اللي فاتت انترودكشن ليها، شو فكرتها. ديما قلنا في انتي بوديز، والانتي بوديز هي عادة باللون الطبيعي حتعطيك براون كلر. ركز معي نتبيها الكلمة، هي بهي تعطيك براون كلر. واتفقنا ان عندي اكثر من طريقه او اكثر من تكنيك اني يعني نربط فيهم الانتي بوديز، اما عن طريق البيروكسيديز او الافيدين بايتين كونجوجيت، او حتى اسمع حتى على شني على الهورس داش نتاع شني نتاع الفجل، انزيم في الفجل نقص نديره به في شنو اسمه في الصبغه. بقى شنو بنقول لك، تعال معاي توا نبو ناخدو خطواتنا اللي نكشفوا فيها انتيجين ما، اما في خلية من نسيج او ايا كان. باهي، بمبدأ الانتي بودي يرتبط بسبيسيفيك انتيجين. احنا الفكرة الرئيسية متاعنا كلها تقع في الكلمة، هي ان عندي انتي بودي حيشد في سبيسيفيك انتيجين، انتي بودي يشد في سبيسيفيك انتيجين. باهي، شو خطواتها؟ اول حاجه جهز البريباريشن سامبل، وهذا انت قريته، الفيكسيشن في الفورمالين وقريته، تيشو سيكشننج قلنا نبغى لا انا كيف ما قاعد مش راح تشيره، قاعد نقول في الكلام اللي احنا خديناه المحاضره اللي فاتت، اللي هو قلنا بناخد شني بريباريشن للعينه، باهي بعدين فيكسيشن في الفورمالين، تيشو سيكشننج اي بتقصها في قطع رقيقة جدا، غطسها في البارافين، ما ينفعش تغطسها في الايس هنايا. واخر خطوة جديدة عليك اللي هي الان اكتيفيشن اند بلوكينج، وحناخد توا شن معناها الان اكتيفيشن والبلوكينج، وحننهي الكلام باستخداماتها بهي التقنية هذه، اي اللي شني انا نستعملها بشوية بشوية يا اولاد. ان اكتيفيشن شن معنى اني بندير ان اكتيفيشن للنسيج؟ انا نعود لك الخليه يا اولاد، الخليه شو مرسوم عليها؟ شو مرسوم عليها؟ اسمعوا انتم اللي قعدتوا تتسوقوا على رسماتي ولا؟ ايه انتم؟ انا ما عادش بنرسم لكم. بهاي عندك خليه، بهاي كيف سيكشنينج قبل الامبيدنج؟ كيف سيكشننج قبل لا معلش معلش، كلام الشو مش عارف شو نسميك بهاي، لكن ما نقصدش بيها، ما يقصدش بيها انك انت بعد ما بتديري شو اسمه ريتنا ما درنا مكعب وقصيناها سلايدات، السلايدات هي نفسها حنجيبها ونحطها في بارافين مرة تانية. الوسط اللي حتتم فيه التفاعلات هو بارافين. راو كلام قوي هلبة. طلعت سلايدات اليوم نعطوا يا ريتاج، راه بنكمل بسرعة تو، كلام سهل اللي فضل. حلو، ان شاء الله واضح فكرة السكشنينج. راو في امبيدنج بارافين اللي هو شني الوسط اللي حتتم فيه التقاء الانتيجين بالانتيبودي، ان شاء الله واضحة ليك. حلو دكتور، مش في البرافين يعني نحطوه في بيكون في ايه واكس وبعدين نقصه؟ صح، بعدين قالت الرقائق الرقيقه هي بتحطها مره تانية على برافين، على طرف برافين، لكن انت تو مش حاط قطعه غليظه، انت حاط رقيقه طرف فيك عينه من التيشو. واضحه؟ موافقين؟ هاي المهم انا تو بما ان انتم بتتساوقوا على الرسمات، فنبي نقول لك ان الخليه عليها شني انتيجينات مختلفه، ان شاء الله هيك الرسمه طلعنا من الدواء الزايده. فالاهما اهما نبي ندير لهم ان اكتيفيشن، علاش؟
انا متفق معك ان الانتي بودي حشد فيه سبيسيفيك انتيجين، ولا متفقين؟ لكن تتفكروا في الفارما كيف ان مثلا في ريسبتورات متشابهه، وين ال مثلا سيروتونين 1 2 3 4 5 في سيميلاريتي كبيره، ففي مرات الانتي بودي يبدا شني يشد في اكثر من حاجه، فانا هذه ما تفيدنيش، هذه بتعطيني فولس بوزيتيف، صح ولا غلط؟ المفروض كنتم تقولوا لي صح، صح هيك. ففي خطوه جديده علي اسمها ان اكتيفيشن اند بلوكينج، ان اكتيفيشن اند بلوكينج. ما معنى ان اكتيفيشن وش معنى البلوكينج؟ ان اكتيفيشن نقطه مهمه شويه، قال لك ركز معي، لما بتستعمل الهورس راديش، شنو الهورس راديش؟ كلمه فجل، الفجل بيروكسيداز اتش ار بي او الكالاين فوسفاتيز، هذا الاي بي هو الكالاين فوسفاتيز انتي بودي، بهي هذا نفسه اللي خديناه كانترودكشن المحاضره اللي فاتت. وين خديناه؟ اهو بيروكسيداز، بهي. فاني نبي نقول لك ان ربط الانزيمات، اسف، ربط الانتي بودي بالانتيجين يتم عن طريق انزيمات، وانزيمات يا اما الهورس راديش بيروكسيداز او الكالاين فوسفاتيز. بي انا شنو نبي نقول لما بتستخدم هذا ولا هذا؟ قال لك لازم ما انت الانزيمات تديري لها بلوك او انهبيشن. شنو معناها؟ ترى تعال معي تو ركز معي، ارجع معي للاساسات كلها. النسيج يا اولاد، النسيج لما يطلع من جسم الانسان يبدا في التحلل ولا لا؟ يبدا في التحلل. ايه ممتاز جدا. ده قال لك اسمع، لما الانزيمات هي بتتفاعل تبدا تتحلل، الانزيمات الداخليه حتاثر على الارتباط، شن حديه؟ حتاثر على ارتباط الانزيمات هذه بالانتيبادي بالانتيجن. فقال لك ارجوك تفعيل الانزيمات الداخليه شد بيشني بلوك اور انهبيتد، ارجوك وقف تفعيل الانزيمات الداخليه. علاش؟ تو افويد برودوسينج نون سبيسيفيك بايندينج. مين اللي ما فهمنيش شنو نقول؟ حنعاود را نعاود حنعاود حاضر والله لما نعاود بهي. لكن تو انا التعويدي هو لازم ما فيه سينوجيم ليكم. تعالوا يا اولاد تعالوا كلكم بالمنطق متاع حتى حد مش قاري مناعه ولا قاري باثو، لما بتطلع عينه من جسم الانسان حتبدا في التحلل، صح ولا؟ درنا فيكسيشن كمحاولة ان يعني ننقص من بالضبط يا ايفون. لكن خليني يعني توا نبيهم اجماع كلها توصلها الفكرة هذه. كيف توصلها؟ اتفقنا يا اولاد ان الفيكسيشن ينقص من عملية التحلل الداخلي للخلايا، صح ولا؟ لو تتفكروا السيل انجري واكتيفيشن اوف ميتوكوندريال باثوي والاكتيفيشن اوف نيوكليار باثوي، باهي الابوبتوسيس واللايسز، هما كلها نبي انا نوقفها. باي معلش، تتفكروا ان في انزيمات محلله ولا ما تتفكروش؟ هي صح، كلكم تعرفوا ان في انزيمات محلله، معناها تفعيل الانزيمات المحلله هذه اللي بيتفعلوا طبيعي هم لازم ما حيضرني، خصوصا اني انا نستخدم في تقنيه عابيه، ركز معايا، عابيه لوجود الانتيجينات الاصليه للجسم. ما نبيش النسيج يكون متشوه، لان الانتي بودي كان هذا بحير ومرات يشد لي في حاجه انا ما نبيهاش. فاهمين ايش نقول؟ فانا صح مداير فيكسيشن، لكن لا نبي مازال الاكتيفيتد انزيم شنو ندير لها؟ بلوك او ان اكتيفيشن. هل واضح لي؟ علاش؟ لان التقنيه متاعي عابيه على ان الانتي بودي يشد في انتيجين مخصص انا ندور عليه، فمشكله ليا لو اني انا نبدا شني
لان الخلية متحللة. واضح واضح يا اولاد؟ وين الشدة هذه؟ ما نبيهاش ولا نتاع الانتيجيب ما الانتي نبيهاش. فيروس. الله يفتح عليك، الله يفتح عليك. بقى كيف نقدر ننقص منها؟ كيف ننقص منها؟ معليش، في انزيمات تدفع نبغى نوقفوها. حلو، تمام. كيف نقدر ندير اكتيفيشن بهاي؟ شوف هيا، شوف شوف شوف، وركز معي، ركز معي. قال لك انكيوبيت البارافين امبيدد سكشن، ريت اللي بخدناه هو لنا بنحو انزيمات من برا، نديره تثبيت الانزيمات الداخليه، صح؟ هي مش صح بالضبط. لو بنخش لك في تفاصيل بهي، شوفي شوفها، شوف. طب بنخش لك في تفاصيل نفخها شويه بهي. بعض الانزيمات، هي الانزيمات اصلا مكانها لداخل، ما هي ما مكانهاش برا. ما بيش نخش في تفاصيل هلبة، راو والله بنعقدك. نلف علم المناعه انا متخصص فيه، ما بيش نقعد نقول لك انه راو شني. عندك ميتوكوندريا الانزيم، عندك انتيجينات انت تبي تدور عليها في الميتوكوندريا، فلو كانت الميتوكوندريا برا الخليه انت عندك فولس بوزيتيف. احنا نبغى النسيج سليم، باش ما يعطيناش فولس بوزيتيف. هذه بس هذه الكلمه هي اللي تثبتها تو. رحمه ليكم، انا ما بيش نشرح بالتفاصيل بغير تو. نبي نعرف كيف ندير الاكتيفيشن للانزيمات اللي بتحلل لي العينه. قال لك معلش، ريت العينه اللي غطستها في البرافين حطها لي هي هي ادي جوابها 3% H2O2. شنو هي H2O2؟ او ما بيش خلينا نقوله او، ولا حتى او، ميثانول و3% H2O2. شن صاير؟ شن صاير هي؟ علاش؟ اما شن يديروا للانزيمات؟ فري راديكلز، اما هادم طول بيوقفوا الاكتف سايت. اكتف طول اكتف سايت شن بيديروا لها؟ اوكي، حلو. ده سؤال انا توا، هل نجحت في اني نوقف الانزيمات؟ نعم. بل لو كانت العينه جايه فروزن مثلجه بهي، او في سوليوشن يعني في طاسه، اضبط قاعد انت ما قاعد ما درتش الخطوات، حطها في ميثانول H2O2. مين اللي عنده المايك مفتوح؟ ميني 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 يا ايناس يا مية مية. خلاص تمام، هاي سكرتوه انتم، ان في حد عنده جنبه دوشه بس. بح تو معلش، هل متفقين ان احنا كلنا درنا ان اكتيفيشن؟ كنت متفقين احنا درنا ان اكتيفيشن للانزيمات اللي ممكن تحلل لي؟ باهي، تعالوا معي، تعالوا معي للبلوكينج. ما معنى بلوكينج؟ احنا خطوه، شو اتفقنا؟ اتفقنا ان في ان اكتيفيشن اند بلوكينج، اند تشير ان هذه نقطه اولى وهذه خطوه ثانيه، خطوتين. كيف ندير بلوكينج؟ شوف، انا منعت الانزيمات اللي ممكن تعرضني لانتيجينات زايده، صح ولا؟ به قال لك امنع الارتباط الزايد باخفاء او دير بلوك او طمس للانتيجينات الزايده. غير شو تقول؟ شو تقول؟ تعال، في بقاء في اماكن محجوزه ريزيدوال سايتس على التشيو، مرات ترتبط بالسكندري انتي بودي. ترى 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 ترى، من هو السكندري انتي بودي؟ هذا اللي بنكشف به ولا تتفكروا فيه؟ هذا تفكر فيه ولا؟ هو نفس البريدج دكتور ولا؟ نعم، هو نفس البريدج. نعم، هو اللي لو ارتبط معناها في ارتباط صاير، صح ولا؟ ايه. قال لك امنع السكندري انتي بودي هو من انه يشد في تيشيو مباشره. شنو يصير؟ مرات السكندري انتي بودي يعجب مكان في التيشيو، بل لما بيشد هو بيشد فوق مني الانتيبادي اللي فاز تضي ولا؟ مظبوط، يعطي النيجاتيف، بيعطيك فولس بوزيتيف، بيعطيك فولس فولس بوزيتيف. بوزيتيف ايه، لانه بيعطيك نتيجه. معناه انا نبي شني؟ نبي الانتيبادي هو يشد في انتيبادي مشدود، فهمتوا؟ لكن لو هذا عش بمكان ريزيدوال سايت، مشكله معاه. تمام. فقال لك شوف يا، قال لك خود تو الفكره متاعها، الفكره متاعها سيرم فروم ذا سيم سبيسيز
as a secondary antibody is commonly used for blocking. شو معناها؟ مش واضحة يا دكتور؟ تعالوا 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 تعالوا، والله لما والله لما تفهموها. أنا اليوم جايكم يومين زردك الحم وسباحة وغطس وسلطوات، معناها تعرف شني جايكم رايق بهي، وياني أنتم اليوم بهي. تعال توا ركز معي، تعال ركز معي. لحظة 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 بهي. إميونو هيستوكيميكال تكنيك بهي. صور تعال معي، ويا أنا يا أنت متفقين؟ كلكم متفقين، كلكم متفقين. تعال معي هاي. أنا أفتح الصورة هذه، هذه عجبتني الصورة بهي. انظر معي، انظر معي بهي، انظر معي. هذه عينة، العينة هي شنو ما مال زي الجيلي مال الملونات. حد يعرف، حد يقدر يقول شنو هما؟ أنتيجينات ولا؟ آمين آمين، ممتاز ممتاز، أحسنت أحسنت، صحيح. ركز معي ركز معي بهي. الانتيجينات ما بندير لهم دي واكسينج، بنضيف اتش 2 او 2 باش ندير هي الاتش 2 او 2 ضفناها علاش؟ خطوة ترى خلينا نكتبها inactivation. ان اكتيفيشن. الله يفتح عليك. ان اكتيفيشن يعني شنو؟ ما نبيش ما نبيش الانسجات اللي هما الشوكولاتات هما لا يتحللوا ولا تطلع عليهم وحدات جديده وتلخبط لي النتيجه. راضيين كي؟ كلكم راضيين، كلكم راضيين. تمام. في حاجه في حاجه اسمها انتيجين ريتريفايل ريتريفيال، هي قاعد ما شرحتهاش، قاعد ما شرحتهاش. الفكره اسمها استرداد. باي تلقاه في شيتكم كاتب انتي بودي ريترايفل، نفس الشيء. تو نفهموا شو معناه، لكن على كل حال على كل حال تو النسيج شوف كيف طرحناه تو كي كرسمه نظريه اللي هو شني نسيج فسطه هل بقى انتيجينات. ولنكن ولنكن احنا ندوره في الاحمر هو، وليكنك مثلا حلو بح. لما بتضيف برايمري انتي بوديز، البرايمري انتي بوديز هي انت انت بتجيب انتي بودي بيشد لك في هذه، واضح؟ بيشد لك في اللي انت شاك فيها. لو كانت طبعا اللي انت شاك فيها موجوده، شو معناها؟ معناها اني بنضيف انتي بودي، بنضيف انتي بودي على امل ان شاء الله ما يشدش هو. مثلا اني بنضيف انتي بودي يشد في الايدز وجايب عينه، انا ان شاء الله نقول ان الانتي بودي هو ما يشدش، لكن لو كان موجود الايدز شنو بدي لي الانتي بودي هو؟ بشيء بيشد. ممتاز. افترضنا انه شد، انت ما عندكش القدره تعرف ان الانتي بودي اللي حطيته هو شد ولا لا، فشو بتدير؟ بتدير غسل او حاجه يسموا فيها واشنج. شو معنى واشنج؟ على امل ان شني اللي ضفتهم شو بيصير لهم؟ يتلوثوا معاي. لكن نبي نعرف بعد الواشنج هل في ناس قاعده شاده ومسكره راسها ولا لا، فبنضيف سكندري انتي بودي. واضح يا اولاد؟ السكندري انتي بودي هو هذا متخصص، هذا فسطه شني؟ فسطه لمبه معاي. طبعا شيتكم داوي اكتر، شيتكم داوي ان في انتي بودي ثالث بيكون بريدجنج، بيكون بريدجنج، لكن انت هذه ما دخلكش فيها، ما دخلناش تو. احنا بنعرف ان الفكره متاعي ان الانتي بودي اللي كنت شاك فيه انا، اللي كنت شاك فيه خيره، بنجيب له انتي بادي ثاني ما يشدش السكندري الا في البرايمري. شو معناه ما يشدش السكندري الا في البرايمري؟ معناه السكندري يشد في انتي بادي ولا يشد في نسيج؟ لا في الانتي بادي حيشد. الله يرحم والديك. بيفرض لي توا الانتي بادي ضرب لي النسيج، شد في النسيج، معناها الانسان هو بيطلع عنده ايدز ولا لا؟ ايه حيطلع بوزيتيف. ده هل هو الانتي بودي سكندري هو مخصص للايدز ولا مخصص ان يشد في انتي بودي؟ لا مخصص ان يشد في الانتي بودي. الله يرحم والديكم. وصلتك الفكره؟ رأي فكره بسيطه جدا يا اولاد.
بهي طبعا كيف بنعرف؟ بعدين بنعرض السكندري لسبستنت كولورد، ماده ملونه. لو انزيم، مرات انا ملصقه بانزيم فيحول لي سبستريت الى برودكت ملون. تتفكروا فيها لقطيات الانزيمات، في انزيمات تحدث تفاعلات ملونه في الانزيم السي، اخذناها مع بعضنا بايو سنه اولى. لو انت مش فاهم، المهم الانزيم هو بيدير تفاعل، او مرات ماده مشعه دون ما تضرب عليها فلورسنت تطلع لك الالوان. حلو به. اذا وجد اللون، وعاده اللون يكون براون، عاده اللون يكون براون زي ما تشوف فيه هنايك، فهي النتيجه شنو؟ بوزيتيف. لكن انت شنو محققك، شنو اكدك ان هي بوزيتيف حقيقيه؟ لازم تتبع خطوات باش تتجنب الفولس بوزيتيف. واضح؟ واضح ولا؟ واضح. مين اللي قاعده الصوره بتاع الفكره بتاع الهيستو كومباتيبلتي مش واضحه ليه؟ مين هيك يحس في روحه قاعد مقتنعش؟ ما فهمتش كويس. باهي 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 تمام. انتم يا اولاد مش قارين مناعة، وراو مش هزورة. نسأل السؤال، ان انت هل انت قاري مناعة ولا لا؟ لا قارينها؟ لا. باهي تمام 100%. هذا علاش باهي اولاد تمام. خليني اشرح لكم مبادئ عامة باهي علي علم المناعة. مبادئ عامة، شو معنى مبادئ عامة؟ يعني شيني الكلام هو خوذة بتستفيد منه وتبني منه. جماعة، في حاجة اسمها انتي بودي، هيك شكلها. الانتي بودي هو سبيسيفيك. شو معنى سبيسيفيك؟ يعني كل انتي بودي يشد في انتيجين واحد فقط. واضح؟ يشد في انتيجين واحد فقط. يعني في انتي بودي للكورونا، في انتي بودي للايدز، في انتي بودي للهيباتايتس، في انتي بودي لجسمك اوتو انتي بودي، بعدين يشد في بيتا سيل او يشد في ثايرويد او او او. كل انتي بودي يشد في انتيجين واحد فقط. معاي؟ باي شين يكون الانتيجين؟ الانتيجين هو بروتين عادة اما على سطح الخلية او داخل النواة او داخل الميتوكوندريا. من الاخير كل الممبرينات متاعنا مليانة انتيجينات مختلفة، اشكال والوان واحجام وتركيبات وخصائص كيميائية مختلفة. معاي؟ ولكن الانتي بوديز عادة تشد في واحد فقط. حلو؟ حلو يا ولاد. ايه تمام دكتور. ده تمام. انا يهمني الجماعه اللي قالوا مش فاهمين هم اللي يجاوبوني، فهمتوا؟ باش نعرف ان شني، هل احنا توا واقفين على الصفحه اللي يعني بيكم تكونوا واقفين عليها ولا لا؟ باه يا ولاد توا الانتي بودي، الفكره هي فهموها العلماء وقال لك نقدر نديروها لاغراض شني دايجنوسيس. نقدر شني ندير بيها شني تشخيص. قالوا لهم كيف تشخص فيها، كيف بتقدر تدير بها تشخيص؟ قال لك بسيطة بسيطة بهي، نجيب سبيسيفيك انتي بودي. نجيب شنو؟ سبيسيفيك انتي بودي معناه لو انا شاف في الهيباتايتس، نجيب لك من جسم انسان واحد نطلع انتي بودي ضد الهيباتايتس ونجيبه ونحطه في المجهر على عينة نكون انا شاك فيها. شو معناها؟ انا جبت خلايا او جبت نسيج خلايا اي شيء بهي، وبنعرضها لانتي بودي نكون يكون هذا موجه. شو معناها موجه؟ هذا انتي بودي اختاروا لي اي مرض يا اولاد، نقولوا الايدز بهي، هذا انتي بودي ضد شيني؟ ضد الاتش اي في. حلو؟ ضد الاتش اي في. هذا هل ممكن يشد في انتيجين غير انتيجين الاتش اي في؟ لا
نظريا لا، لكن لقينا عمليا ان ممكن عدم التحضير جيد للعينه ممكن يعطيني نتيجه كاذبه، اي ان انتي بادي الاتش اي في مرات يشد مثلا في ممبرين الصوديوم بوتاسيوم بومب مثلا، فهمت الفكره؟ تو واحد لو واحد عنده مدخله في النسيج بتاعه او واخد عينه من برا جسمه وبنربطها بالاتش اي في، وانا مثلا حمار ما نعرفش ندير الاتش اي في او ما نقدرش ندير العينه كويس، معناها شو بنقول للمريض؟ مبروك عندك اتش اي في صح ولا لا؟ وراهو دخله في صدمه نفسيه لا يعلمها الا الله، راهو حاجه كبيره. واضح؟ كونوا معي يا اولاد بالله عليكم. واضح دكتور، واضح تمام واضح. تمام معناها انا تو شني، انا درت تحضير جيد للعينه باهي، وحطيت البرايمري انتي بودي. الان برايمري انتي بودي هذا انزيم موجه، انزيم اسف انتي بودي موجه جاي هيك للانتي بودي وبيتب يربط عليه للانتيجن، جاي للانتيجن هو يبي يرتبط به. توا ما تشبحش للازرق، ما تشبحش للازرق. توا انت في الاول شو بتحط؟ بتحط البرايمري، متفقين يا اولاد؟ متفقين. دكتور يمشي شيني ها بعدين شو بندير؟ بندير خطوه اسمها واشنج. شو معناها واشنج؟ بننظف العينه. علاش؟ باش الانتيبوديات هما اللي ما قعدوش اللي ما شدوش شو يصير لهم؟ يتلوحوا يتنحى يتنحوا. علاش نبي نحيهم؟ لاني بنضيف سكندري انتي بودي. السكندري انتي بودي هو شنو وظيفته؟ وظيفته الارتباط بالبرايمري، وظيفة الارتباط بالبرايمري. علاش حيرتبط بالبرايمري؟ ما هو السكندري هو ليبلد. شو معنى ليبلد؟ حاطين على راسه انزيم او حاطين على راسه مادة مشعة. من الاخير هذا بنحط له مثلا ديكستروز، شو اسمه، اي بنحط له اي ماده بهي حتعطيني تفاعل، لكن فوتها تو. شرط تو الشرط الازرق هو يرتبط بمين يا اولاد؟ يرتبط بالبرايمر انت بدي بالبرايمر. تمام بح. افرض معاي ان ارتبطت به، ارتبطوا ببعضهم، هذا بنمشي في الحاله الطبيعيه جدا. شنو يصير؟ تو الخطوة الثالثة اللي هو بنضيف البرود أو بنضيف سبستريت. شنو هي سبستريت؟ مادة حتدير تفاعل مع السكندري وتعطيني لون. لو طلع لي اللون شنو معناها؟ معناها البرايمري انتي بودي شد، السكندري شد في البرايمري واعطاني اللون. معناها النتيجة شنو؟ راهو هذا بوزيتيف. بوزيتيف لشني؟ للاسف للاتش اي في، لان عند الانتيجين والبرايمري شد والسكندري خيره شد. وصلت؟ بقى دكتور، لو عملية الوشنج يعني ما تخلصتش من البرايمري انتي بادي كلهم الزايدات، ايه، ما هو شوف، الواشنج حتنظف الفري انتي بودي. يا مين اللي يتكلم؟ اسئلتك العقل عبد عاطي والله اسئلتك مليحه. انت حتنظف الانتي بودي الفري، فما اها. ايه انت يعني حتنظف لو غابت الوشنج هذه حتطلع فولس فوز بوزيتيف، بوزيتيف لو هو شنية لو يعني غابت. مقدارش وشك كويس. لو طبعا غابت طبعا طبعا لو ما فيش واشنج حيشدوا في بعضهم خلاص. انا الازرق ندور في الاحمر، لقيت الاحمر حر يا تعالى نشد معك، فانت ما درت شيء. الواشنج راهو خطوة لابد منها. واحنا طبعا شيتنا احنا شي مركز على خطوة انك بالله عليك دير ان اكتيفيشن كويس وبلوكينج. شو معنى ان اكتيفيشن وبلوكينج؟ طبعا نديروها على الرسمة. ان اكتيفيشن معناها شو بندير؟ ان اكتيفيشن معناها اني حنمنع ظهور انتيجينات بسبب التحلل. واضحة؟ تخيل نجيب انتيجين ثاني ممكن هذا البرايمري يشد فيه. تو هذا الاخضر
هو متاع الاتش اي في، لكن الاحمر متاع مثلا الميتوكوندريا، لكن في تشابه بقى يعني تركيبي. الدكتور هو الواشنج قاصد بها الاكتيفيشن ولا بلوكينج؟ لا الواشنج لهذا لهذا. الواشنج عبارة عن عملية تنظيف، واشنج غسل العينة باش نتخلص من البرايمري في حالة انه كان قاعد دفري. لكن البلوكينج نشرح لك فيه. البلوكينج مش النسيج هو بيتحلل يا اولاد الازرق، لا هو النسيج سل ولا تشو بتتحلل، بيطلعوا انزيمات في داخلها هي بهي، بتطلع اسف بتطلع بروتينات من داخل الخلية. مرات البروتينات هي اني شو نضمني ان البرايمري ما عندهاش القدرة انه يرتبط بها. بهي هذه مثلا الميتوكوندريال انتيجين تمشي بسبب حكم انها تشبه الانتيجين بتاع الاتش اي في، نمشي معناها لما يشد معناها كل واحد عنده اتش اي في هيك، صح ولا لا؟ يعني نمنع تحلل العين نحن ولا؟ نمنع تحلل العينه بالضبط. هو شنو قال؟ قال لك بريفنت الاندوجينس انزيم اكتيفيشن، اللي بنمنع الانزيمات الداخليه من انها تتفاعل معاي. ايه بهمال البلوكينج شنو هي البلوكينج؟ البلوكينج ريت البرتقاليات هما مدى بيا نغمهم باش نمنع ارتباط الانتي بودي اي احتماليه، تخيل يعني نقص اي احتماليه انه ممكن يرتبط فيها. وصله ايه هذه شيء تسمى بلوكينج. باي اول حاجه شو اسمه، كيف منعنا كيف درنا الان اكتيفيشن، او كيف منعنا ظهور تحلل الانزيمات بما ماده بالبايروكسيدات ولا ولا بايروكسيدي بالضبط 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 الكلاين فوسفات فوسفاتاز. بالضبط. ما هو الكلام فوسفاتاز هذا، هذه بتاع الميثود بتاع الانزيم، مش لينا الدواء اللي بنقول ان درت ان اكتيفيشن بالاتش 2 او 2 تمت تمت، ولا ميثانول ومعاهم اتش 2 او 2 تركيز 3%. حلو يا ولاد. بح تمام. تولي مين اللي قاعد مش مستوعب الطريقة متاع العملية هذه؟ دكتور هي هذه الفورمالين يدير في نفس الخدمة هذه. صح ممتاز. لكن شني بدي لك فيكسيشن مبدئي، في المناعي، في الاميونو هيستوكيميك، في الاميونو هيستوكيمستري او هيستوكيميكال، ما زال تبي خطوة اكثر باش تزيدي تاكدي ان الانتي بادي ما يشدش في اي حاجه غلط. يعني أنا الأنتيجينات عمليه يعني حساسه البنات كانها طيران، فهمتي؟ تبي تتاكدي بالملي ان ما فيش اي تحلل. راه قالها لكم الفيكسيشن، شنو يدير؟ يدير لك في ديلي، بس مش معناها يوقف لك. وصلت؟ يأخر التحلل يعني. مأخر، ايه يأخر فقط، لكن ما يمنعش مرة 100%. أنا لقيت مادة نقدر نزيد نمنع بها الإنزيمات الداخلية، نفرح بها ولا ما نفرحش بها؟ عيشة قاعدين هنا بس إيه، نعتبره كيف بادين. نعم. واضح. واضح يا واضح ولاد، يبي مين اللي قاعد مش مستوعب اي اتش سي اللي هي الاميونو هيستوكيميكال ميثود، الطريقه بتاع كيف تظبط باستخدام الانتي بادي تشخص بعض الامراض، مين اللي قاعد مش واصلات الفكره؟ هذا ندور صوره ثالثه ونقعد نشرح عليها، روح صوره رابعه عادي مو تفهمني الطريقه هذه. وانا ما الومكش انك تلقى فيها صعوبه في الاول لانك مش قاري مناعه. المفروض مناعه قاري الانتي بادي بروحه وقاري الانتيجينات بروحه. كوي كوي لحقوا على السلايدات، اليوم مش حنطلقكم اصلا غير سلايدات، اليوم مش حنعطي غيركم. عطلت فيها دكتور، لكن علاش؟ لان باش تفهموها يا ولاد. انا عارف، ان مزاجكم صعبة. نص هي دكتور أصلا بحكم إنها مش جايين مناعة بالضبط فمش صعبة، بالضبط. لكن هي هذا علاش كويسة. انا، عطلت فيها، قلت لكم انا فاهم ان انتم مش قارينها، فهذا علاش انا ما نلومكش. باهي تعالوا نرجع، يا اولاد. احنا تو شن درنا؟ زين قلنا ان اكتيفيشن اند بلوكينج. كيف درت الان اكتيفيشن؟ والله اسمع، انني الاكتيفيشن كان ما نبيش الاكتيفيشن اوف انديجينس جينز، لازم ندير له بلوك وانهيبيشن.
علاش؟ باش نمنع اي نون سبيسيفيك. شو معنى نون سبيسيفيك بايندينج؟ انتي بادي مع انتي جين يحرق لي الدنيا، ما نبيهاش هاي. باهي كيف ندير، كيف ندير ان اكتيفيشن؟ حط في البرافين و3% H2O2 لمدة 10 دقائق، ولو انت جايب عينة في سائل سلوشن ولا مثلجة حط لها ميثانول. بعدين برا دير خطواتك العادية، ميثانول ومعاه طبعا H2O2. بقى البلوكينج، البلوكينج اللي هم الأجزاء الإضافية في التيشيو مرات ترتبط مع ميني، مع السكندري. السكندري اللي هو أساسا جاي يرتبط مع ميني يا أولاد، السكندري يرتبط مع ميني. حد عنده إجابة غير البرايمري؟ حد عنده لا، مشكلة لانه في هو سبيسيفيك، يعني أه؟ لان الانتي بادي هو سبيسيفيك، يعني هيرتبط كانش بالبرايمري. بالضبط. لكن اتخيل انت التيشيو نفسه النسيج اعطاك فرصة انك انت ترتبط بالسكندري، لا هذه مشكلة. مرات بالنسيج، ايه نسيج، ايه 100%، فهذه غلطة لي، فبيعطيني فولس بوزيتيف. لذلك قال لك يا، قال لك شوف شو تدير، قال لك لهذا استخدم سيرم فروم ذا سيم سبيسيز. هي فكرة ذكية هلبة. شوف معي، تخيل معي، تخيل معي، ريتو السكندري يا اولاد هو البرتقالي، هو يا اولاد هذا قالك لازم يكون من نفس السبيسيز، يعني من هيومن. لو في حالة انك انت تبي تكشف على هيومن، علاش؟ تخيل جبت متاع هورس حيشبحه ما شني، حيشبحهم هم مرات اهداف محققة، مرات تلقى سبيسيفيك يطلع هو يشد فيه. فلهذا لازم ما تجيب من نفس الكائن، من نفس السبيشيز. واضحة الفكرة؟ اسمع ما زال دقيقة، نفس حط، افتح الاجتماع تعالوا نفس اللينك وقتها برا، تبي تتسكر من هنايا برا للجروب ورص اللينك مرة تانية. حلو يا اولاد؟ حلو، نعرف نعرف، حلو. هاي، السلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم.